على الثلج. ما في صدر أكبر من هذا. حبا يا جماعة. يا مرحبا. كيفكم؟ شو أخباركم؟ اسمعوا زي ما بتعرفوا هلأ إحنا عنا بالأردن ثلج وأجواء نار. فرح هلأ ورجيكم بيتنا كيف شكله بالثلج. تعالوا. شوفوا الثلج كيف معبى كل مكان. طلعوا. طبعا احنا ليش مبسوطين بالثلج زياده؟ لانه بالعادي احنا ما بالثلج عندنا بالاردن، فاحنا بنستنى الثلج من السنه للسنه. المهم هذا الفيديو رح يكون فيه كتير فعاليات، اورجيكم ايش الشغلات اللي بعملها بالثلج، فاحضروا هذا الفيديو للاخر واعملوا سبسكرايب اذا مش عاملين. اول شيء رح نعمله قعدت افكر ايش في شيء ممكن نعمله بالثلج يتاكل، فطلعت بشغله كتير حلوه كتير نفسي اجربها. هو عباره عن ثلج بنحط عليه سيره وبطلع كتير زاكي. المهم فانا هون المفروض كنت حاطه هيك جاط فيه ثلج، بس الجاط شكله اختفى. المهم هلا رح نطول الجاط بعرفش كيف ونعمل الاشي. وين هي؟ هي شايفينه. رح نحاول نزيح الثلج قد ما بنقدر. هي 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 هذا الجاط ثلج رح نعمل فيه سيرب وشغلات كتير زاكية. طيب يا جماعة هنا اجينا على المطبخ، الثلج لسه برا، بس بدي اورجيكم كيف نعمل السيرب اللي رح نحطه على الثلج. اوكي عنا طنجرة هون ورح اليوم استخدم الفراولة، رح اورجيكم الطريقة بتقدروا تستخدموها على اي نوع فاكهة. رح اخذ الفراولات واشيل بس القمعة. هون عملت اشي ثاني كمان، عملت نوتيلا دوبتها. هلا رح نحط على البوزة. يمي والله منظر نار صراحة. نايس. صراحة لوفت. تعالوا نجرب النوتيلا. نفس الكون هون راح احط عليها نوتيلا، لانه النوتيلا والفراولة دائما زاكي مع بعض. صار زي طعم نوتيلا. طيب يا جماعة هاي هي الخلطة اللي بدي اياكم كلكم تعملوها وانتوا قاعدين بالثلج، كثير رح تحبوها. بكرة رح نعمل فعالياتنا برا، ان شاء الله الثلج ما يكون دايب. رح نعد للثلاثة ونكون باليوم الثاني. 1 2 3 ويا صباح الخير المتابعين الحلوين. هاي نصنا باليوم الثاني لسه ثلج، رح نعمل اجواء نار كمان. كثير بحب اعمل شغله صباحيه الثلج واللي هي كاسه طلع هذاك عاد. كثير بحب اعمل كاسه شاي او قهوه بالثلج، فهلا رح نجيب شويه ثلج رح نعمل فيهم شاي الصباح. ليتس جو. اوكي عشان نعمل الشاي. طيب يا جماعه قررت اعمل الشاي بالهواء الطلق. طب هلا رح نحط الثلج، مش عارفه كيف رح احطه. لا مش هيك. حنحط الثلجات. ليه طب المطبخ موجود، رح نستنى الثلج يدوب. طيب لبين ما المي تغلي رح نحط المرمية صحن صحن بالكاسة. رح نحط الملح هون. رح نحط السكر. هاي المي قاعدة عم تغلي يا جماعة، هاي لازم تجربوها على الثلج الجاي. طيب يا جماعة هاي المي غليت، رح نعمل كاسة شاي في الثلج. لا حتفور؟ لا ما بتفور. اوكي طلع منظر، طلع احلاها. يدوق. الله. بنصحكم تجربوا الشاي او القهوة من الثلج. بعد ما خلصنا الثلج هلا رح نبلش فعالياتنا، واول اشي رح نعمله بالثلج اللي هو الرجل الثلجي. الرجل الثلجي. Let's go. بلش اول اشي في القاعدة، لازم نجمع كمية. بدنا نعمل اكبر رجل ثلجي فيك يا اردن.
هذا الجسم طبعا مش رح يطلع معنا زي بالافلام بس انه بنحاول يعني. اوكي احنا مبدئيا قربنا نخلص الجسم وفي مفاجأة رح نعمل لكم اياها هلا بهذا الرجل الثلج. هلا رح تشوفوها بس اصبر الله يخلص خليني اجيب المفاجأة وارجع لكم. طبعا الاشي الوحيد اللي لقيته عنا عنب عشان العيون ومنخار قصدي خيارة عشان المنخار. رح نكون احنا مختلفين عن الناس التانية ونستخدم هدول. اوكي هلا رح نعمل تاني كرة. طب يا جماعة بس بحب أبشركم صار عنا ابنه لرجل الثلجي. وام أحلى يا جماعة إيش هاد إيش هاد رح يكون عنا أصغر رجل ثلجي والله حلو صح يا جماعة. من أول ما إحنا قاعدين عم نعمل في الرجل الثلجي العظيم قررنا إنه إحنا ليش دائما يكون فيه بس رجل ثلجي؟ ليه دائما بس بنعمل رجل ثلجي؟ ما ندري. احكوا لي ليه؟ ليه؟ انت احكوا لي ليه؟ فقررنا نعمل امرأة ثلجية! امرأة جبنا لها باروكة يا جماعة، هلا صار وقت انه نعملها ديكوريشن. اوكي اختي قررت تحط الخيارة. شكله هذا كثير بكذب لأنه عنده منخار طويل ما شاء الله. لون عينها بنفسجي كمان. يلا نحطها باروكي واحد اثنين. الله ما اعلم يا باي عسل عسل والله والله عسل. طيب يا جماعة هلا خلصنا من الامرأة الثلجية، هلا صار الدور نروح نعمل ثاني مهمة معانا اليوم بالثلج اللي هي ايش هذا اكل؟ المهم هلا عندنا نشاط اخر اللي هو التزحلج، التزحلج على الثلج. ما في شيء اكبر من هذا. اسمعوا انا اكثر واحدة بوقع بالحياة، انا تعبت كثير بوقع. المهم رح نتزحلج على هاي الصينية، في عندنا نزلة هلا بنروح بالحارة عندنا هنا، يلا نروح نتزحلج. طيب هلا هاي حاليا رح تكون احلى جيم لليوم. حدا يدفشني حد يدفشني. هنرجع نحاول مرة ثانية، شجعوني بنات. يلا جو سيستر. يلا رينات ليتس جو. جو ما بعد تبي وتبي وي 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 سنه واقفه. اوكي يا جماعه بعد ما خلصنا من الصينيه هلا في عندنا شيء اسمه حرب الثلج. واو هي عباره عن مصارعه ثلجيه وبنشوف من بالاخر راح يستسلم ويموت. يا جماعة بدي أحكي لكم القواعد، جاهزين تسمعوها؟ جاهزين. ضلكم زدتوا على بعض لحد ما آخر واحد يتعب. Let's go. Thank you.
طبعا يا جماعة رجعت على البيت بعرج عذبوني هلكوني. بس المشكلة انه بعد هذا الهلكان والتعب جعت، فزي ما قلت لكم عشان هذا اليوم رح يكون كله بس بالثلج، رح اروح هلا اطبخ سناك سريع بالهواء الطلق بالثلجات الطلقة وناكل. رح نعمل اندومي يعني، مش رح نعمل اشي واو بس. طيب يا جماعة هاي المي قاعدة عم تغلي، طبعا رح اعمل اندومي حار عشان الدنيا كثير برد. هاي الاندومي هينا، حطينا الاندومي ورح نستناها تغلي، بعدين نحط هذا الصوص الخطير طلع من لونه مبين انه شتوي. حنعمل الخلطة ونرجع لكم. هاي الاندومي صار جاهز، انا بطلع كيف بغلي. منظر كثير زاكي صراحة. ريحتها زي السمك. حار من لونه مبين. طيب يا جماعة هذا كان الفيديو اليوم، يا رب تكونوا انبسطتوا وشفتوا ايش بعمل في التلج. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واحكوا لي هل بتحبوا الشتاء ولا الصيف اكثر، ولا تنسوا تعملوا فولو على انستغرام. بحبكم، اعملوا لايك وسبسكرايب واشوفكم على الفيديو الجاي. يلا باي.